اشتري من بكره. انضمام لاعب عالمي بحجم كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي أكيد بيكون إضافة كبيرة للدوري السعودي وأيضا للكرة الآسيوية والخليجية عموما. أنا أشوفها صفقة عالمية، ولو ما هي للنصر هي تعتبر للدوري السعودي كافة، يعني ما هي محصورة على النصر فقط. يعني لاعب كبير مثل رونالدو راح يكون في تغيير في الدوري السعودي ملحوظ. أنا أتوقع أن أي لاعب يعني يقدم له عرض نادي سعودي أتوقع أنه راح يروح، لأن أصلا كريستيانو رونالدو راح، يعني وش توقف عليه؟ أكيد بيروح. فأنا أشوف أن هذه سمعة للدوري السعودي وراح تجذب معجبين ومتابعين وعاشقين للكورة.